هنا في مدينة تيرير ولد كارل ماركس. المنزل تحول لمزار مقدس للسائحين الصينيين رغم المطر والعاصفة. لقد كان رائد الشيوعية، والكثيرون في الصين معجبون بأفكاره. الحكومة الصينية ترغب في إهداء تمثال لماركس لمدينة تيرير بمناسبة الذكرى 200 لميلاده. التمثال الذي يزيد طوله على 6 أمتار للفنان الصيني فو فياشان، عمدة تيرير لا يخفي إعجابه. لقد تحمست له كثيرا عندما شاهدته، فهو فن حقيقي أهداه لنا البروفيسور فو. أسلوبه الفني يختلف كثيراً عن الأسلوب الستاليني الكلاسيكي، وهو أسلوب فني يتبادر لأذهاننا كلما فكرنا بكارل ماركس. عمدة المدينة وافق على وضع التمثال في وسط المدينة، لكن السكان لهم رأي آخر. إنه تمثال كبير الحجم وغير مناسب للمدينة، لو كان أصغر لكان أفضل. فكرة نصب التمثال بمثابة تقديس لشخصية محددة، كما أن ذلك سيكون بمثابة تسويق تجاري للمدينة. نموذج خشبي طبق الأصل ينبغي أن يقنع السكان بأن التمثال ليس كبير الحجم حقاً كما يعتقد. مدينة تيرير لا تدخر جهداً لإقناع السكان بنصبه، ورغم العاصفة تم نصب النموذج الخشبي للتمثال في وسط المدينة. ارتفاعه 6 أمتار و40 سنتيمتراً ويشمل ذلك القاعدة. الاهتمام به كبير، عمدة المدينة يحشد الآراء لنصبه، كما تم التواصل مع الفنان عبر الهاتف. فهل يمكن أن تثمر جهود الإقناع هذه بالحصول على موافقة سكان المدينة؟ بالنظر إلى وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في الصين، فإن علينا إعادة التفكير في قبول هدية من الحكومة الصينية. لو كان أصغر لوافقت عليه فوراً، لكنه كبير الحجم فعلاً. سيكون هناك سكان معجبون به، وسيوجد آخرون لن ينال التمثال إعجابهم. مجلس إدارة المدينة سيبت الأسبوع المقبل بشأن قبول أو رفض الهدية الصينية التي تجسد ابن المدينة كارل ماركس.